5 مواجهات ثأرية منتظرة في دور المجموعات من كأس العالم. في كل كأس عالم بيكون في مجموعة من المباريات المتكررة، وفيها بتكون في فرصة للثأر. 5. المكسيك والأرجنتين. التقى منتخب المكسيك بالأرجنتين مرتين بس في كأس العالم، في 2006 و2010، والمرتين في دور الـ16. ورغم أداء المكسيك القوي في كل مرة، لكن الغلبة بتكون للأرجنتين، والمرة دي هتكون المواجهة الأولى بينهم في دور المجموعات. 4. إيران وأمريكا. التقى المنتخبين مرة واحدة بس في نسخة 1998، ووقتها أطلق على المباراة لقب أم المباريات بسبب الحرب السياسية بين البلدين. إيران فجرت المفاجأة وحققت أول فوز في تاريخها في كأس العالم بنتيجة 2-1، ولكن في النهاية خرج المنتخبين سوا من المجموعات. 3. البرتغال وكوريا الجنوبية. في كأس العالم 2002، في مجموعة ضمت البرتغال وكوريا وبولندا وأمريكا، احتاج رفاق لويس فيجو الفوز عشان يتأهلوا لدور الـ16، لكن كوريا تحت قيادة جوس هيدينج فجرت المفاجأة وقدرت تفوز في الجولة الأخيرة 1-0 عشان تقصي البرتغال وتتأهل هي لأول مرة في التاريخ لدور الـ16. 2. إسبانيا وألمانيا. تاريخ طويل يجمع بين إسبانيا وألمانيا، وواجهوا بعض 4 مرات في تاريخ كأس العالم، وفاز الألمان مرتين وتعادلوا مرة، لكن الانتصار الوحيد لإسبانيا كان الأهم في تاريخ مواجهات المنتخبين، وكان برأسية كارلس بويول في نص نهائي 2010 عشان يمهد الطريق لتتويج الماتادور لأول مرة في التاريخ باللقب. 1. أوروغواي وغانا. هي المواجهة الأبرز اللي حيكون عليها العين، وحتكون في الجولة الثالثة من دور المجموعات، والسبب إيد لويس سواريز. في التاريخ كله التقى المنتخبين ببعض مرة واحدة، وكانت في ربع نهائي نسخة 2010. منتخب غانا كان في طريقه أنه يكون أول فريق من قارة إفريقيا يتأهل لنص نهائي كأس العالم بعد أداء قوي جدا في البطولة، لكن كورة أساموا جان قبل ما تعدي خط المرمى وقفها سواريز بإيده عشان يطرد ويضيع جيان نفسه ضربة الجزاء. وفي ركلات الترجيح ورغم إحراز جيان لركلته، لكنها ما كانتش كافية للفوز، وخسر منتخب غانا 4-2. خسارة خلت لويس سواريز بطل الأبطال، وجيان هو الشرير واللي هتفضل لحظة ضياعه لضربة الجزاء تطرده طول العمر.